بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم ومرحبا في حلقتنا الأسبوعية صوت تركستان من قناة تركستان الشرقية. تعرف أرض تركستان سواء كانت الغربية منها أو الشرقية بأنها أرض العلماء. كثيرا ما أنجبت هذه المنطقة أفزاز وعلماء ساهموا في بيان عظمة الحضارة الإسلامية وأرسوا دعائمها. من أرض بخارى خرج الإمام البخاري وغيره الكثيرين من العلماء. هذا عن تركستان الكبيرة. لكننا هنا من قناة تركستان الشرقية التي قال عنها الدكتور محمد موسى الشريف في كتابه علماء آسيا الوسطى بين الماضي والحاضر، تحديدا في مقدمة الكتاب يقول أن منطقة تركستان برز منها عشرات الآلاف من العلماء والمشايخ والفضلاء والنبلاء الذين كان لهم الأثر العظيم على الحضارة الإسلامية، سطروا أروع الصفحات في تاريخنا في جوانب عديدة، وبذلوا جهود ضخمة في إجلاء وبيان عظمة هذا الدين. في حلقات سابقة تعرفنا عن تركستان الأرض، اليوم نتعرف عن تركستان الإنسان، تركستان العلماء، لأن العلم المرتكز هناك والذي غرس بأمر الله في أرضها، علم الإسلامي والعلوم الشرعية، هي سبب العداوة وهي سبب ما تعانيه الآن تركستان من حصار ومن احتلال. بدأ مع احتلال فلسطين بفروق أيام بسيطة، فلسطين نزعت من جسد الأمة في العام 48، بعدها بشهور احتلت تركستان في العام 49، 70 عاما من الغياب والاحتلال والقهر، ولا معتصم يجيب صرخات تركستان ولا صلاح الدين يحرر. لكننا على ثقة بأن الحق منصور وأن قضية تركستان قضية عادلة تستحق التضحية في سبيلها وتستحق الصمود على طريقها. معنا في حلقة اليوم الشيخ محمود محمد، عضو مجلس علماء مسلمي تركستان الشرقية. بنرحب بفضلتك يا شيخ محمود. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. عرفنا عنك في المقدمة أو في بداية في مستلزم هذه الحلقة، نود أن تعرف شخصك للجمهور الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمود محمد من تركستان الشرقية، من تحديدا من مدينة كاشغر، من العاصمة. من العاصمة، وخرجت طلبا للعلم إلى مصر ودرست في الأزهر الشريف، وتخرجت من كلية الدعوة الإسلامية في الأزهر، وبعد ذلك درست في دار الإفتاء المصرية في تخصص الفتوى، واشتغلت هناك يعني بالتعليم بالنسبة للطلاب الجدد الذين كانوا يأتون واحدا تلو الأخرى لغاية عام 2017. ما إن حدث أحداث 2017 من القبض على الطلاب وترحيلهم، هم في الحقيقة بدأوا أولا ببيتي، بفضل الله لم أكن موجودا في ذلك اليوم 2017 30/6، وخرجت من مصر في نفس اليوم. الآن أعيش في تركيا وأعمل في جمعية علماء مسلمي تركستان الشرقية. يا حضرتك خرجت مهاجرا أو طريدا من مصر؟ طريدا من مصر. ما هي التهمة؟ يعني التهمة أنك طالب علم، أو التهمة أنك مسلم، أو أنك تركستاني؟ ما هي التهمة؟ التهمة طبعا لا نعرف، الحكومة المصرية يعني لا تسمع ولا ترى، ولكن تفعل في أرض الواقع. يعني لا نعرف ما هي التهمة التي وجهت إلى الطلاب جميعا، ولكن ما نعلمه بداية أواخر شهر مايو كان هناك زيارة لرئيس الأمن العام الصيني إلى مصر، واللقاء مع وزير الداخلية المصرية، والاتفاق على حسب ما نشر في وسائل الإعلام في ذلك الوقت على تبادل المعلومات حول الإرهاب والتنسيق بين الدولتين فيما يخص الأمن. هكذا هذا ما قرأناه. نعم. تركت مصر في 4/7/2017 لا 30/6. نعم. كم عدد الطلاب وقتها من أهل تركستان الذين كانوا يدرسون في الأزهر؟ لا يقل عن 2000.
2000 دارس 2000 دارس خرجوا في سبيل العلم الشرعي. نعم. والآن كم العدد؟ ولم يكن هناك أصلا أي تهمة. أنا حتى قلت في ذلك الوقت في وسائل الإعلام من بداية الثمانينات إلى 2017 كان هناك طلاب من الأويغور من التركستانيين يدرسون في مصر، ولم يقبض على طالب واحد على أنه مخالف للقانون أو عمل مشكلة في مصر. لم يحاكم طالب ولم يقبض على طالب، أصلا كل الطلاب كانوا مسالمين طوال 30 سنة، طوال لا أكثر من 30 سنة، يعني حوالي ما يقارب 45 سنة تقريبا، 35 سنة. لم يحدث أي شيء ضد القانون المصري أو ضد المواطن المصري من طلاب تركستان. وكان الناس حتى يعني عندما يريد يؤجر شقته كان يبحث عن طلاب تركستان لأنهم في التعامل يعني جيدين، ولم يكن أي مشكلة مع السلطات المصرية ولا الشعب المصري. يعني حتى أنا قبل هذه الأحداث بأيام بسيطة بحكم أني عشت في مصر كثيرا كنت أقول للشباب لا تخافوا، مصر بلد الأمان، ونحن هنا جئنا لطلب العلم. الصين لا يحصل ما يريد من هذه البلد، مصر دولة كبيرة كذا وكذا، ولكن خاب ظني. يعني خاب ظنك؟ لا إن شاء الله لن يخيب ظنك، يعني شعب مصر يعتذر لك، وإن شاء الله تمر هذه الأيام الكالحة وتعود لمصر، وربما يشاء الله تبارك وتعالى قريبا فتعود لتركستان لتمارس عملك في الدعوة. تعود لتركستان لتصنع علماء هناك كمن سبقوا. حدثنا عن تاريخ العلم في تركستان والعلماء الأكابر الذين أنجبتهم هذه الأرض وحملوا رسالة الإسلام. طبعا منطقة تركستان في التاريخ الإسلامي يعرف ببلاد ما وراء النهر أو ما وراء النهرين، وفتح أوائل هذه المنطقة حتى في الخلافة الراشدة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وانتشر الإسلام بكثرة ما بعد سنة 90 الهجري، واستمر لغاية حوالي 4 قرون إلى أن سيطر الإسلام على كل منطقة تركستان. طبعا تركستان تعني بها الشرقية والغربية، الشرقية والغربية، تركستان الكبرى، لأن في ذلك الوقت يعني كان هذه المنطقة تحكم بأمير واحد أو بملك واحد، يعني تركستان القرخانيون مثلا أو السلاجقة أو السامانيين كلهم حكموا هذه المنطقة. يعني طبعا تنتقل من دولة إلى أخرى، هذا حكم التاريخ، حكم التداول بين الأمم، ولكن في هذه الفترة لغاية القرن الخامس الهجري كان هناك نهضة علمية كبيرة جدا، وهناك أعلام في كل العلوم خاصة في العلم الحديث والطب وعلم الأصول وحتى علماء النحو. يعني نعم في هذه المنطقة اضرب لنا أمثلة لعلماء برزوا في أفرع العلم الشرعي، مثلا ابن خزيمة رحمه الله والدارمي والإمام البخاري وأبي داود رحمه الله وأبي الليث السمرقندي والإمام الماتريدي ما شاء الله. يعني هناك كتاب يعني اسمه أئمة علم الحديث في بلاد ما وراء النهرين، أغلب الأئمة في علم الحديث يعني من هذه المنطقة. نعم. أنا أتمنى يعني من الباحثين أن يرجعوا إلى هذا الكتاب ويقرأوا عن تاريخ هذا البلد وعن علمائها الذين أثروا في الحضارة الإسلامية وساهموا مساهمة كبيرة في النهضة للأمة الإسلامية. حدثتني عن الكشغري قبل بداية الحلقة. طبعا محمود الكشغري الذي عاش في القرن الرابع الهجري، يعني هو عالم وأديب كبير، ألف كتابه ديوان لغة الترك باللغة العربية في البداية، وبعد ذلك ترجمه إلى اللغة إلى لغته الأم، وكان الأويغورية أو التركية يعني بالأحرى. وكان هذا الرجل فترة عاش في كان في الدولة العباسية في بغداد. نعم في بغداد قبل أن يرجع إلى بلده الأصلي. ويوسف خاص حاجب وغيرهم الكثير، منهم محمد علي الكاشغري رحمه الله الذي توفي في
عام 800 الهجري له يعني مؤلفات، منها طلبة الطلب على من طلب العلم يعني وغيرها. هذه الأرض بصراحة لها تاريخ، لها تاريخ ولها حضارة إلى يومنا. يعني طبعا هذه الأيام كثير من المسلمين حتى لا يعرف، هم يستفيدوا من علوم هؤلاء كثير من، دعنا نتوقف أمام هذه الكلمة ذات الدلالة، كثير من المسلمين لا يعرف أصحاب الفضل، لا يعرف الماتريدي، لا يعرف البخاري، من أين جاء وهل نحن مدينون. لكن المعنى الأكبر أنه سواء أنجبت تركستان علماء أو لم تنجب، هي أرض مسلمة، وفوق ذلك هو شعب يتعرض للاضطهاد. شيخ محمود، كيف درست العلوم الشرعية في تركستان ومتى؟ يعني أنا حفظ القرآن الكريم بدأت يعني سنة 90 الميلادي، 1990، وكان عمري في ذلك الوقت حوالي مثلا 12 عاما، وحفظت القرآن الكريم في مدة 3 سنوات. نعم، ثلاث سنوات. في ذلك الوقت يعني كان الوضع مختلف كثيرا عما هو عليه الآن. في عهد موتوسون مثلا من سنة 57 لغاية 80 كان هناك يعني كل شيء مغلق، كل ما يتعلق بالإسلام سواء تدريسا وتقاليد وأعراف والتدين، كل شيء كان يحارب كما هو الآن يعني. ولكن بعد موته، ما بعد 80، كان هناك انفتاح نوعا ما. طبعا لم يكن هناك مدارس رسمية للعلوم الشرعية أو لحفظ القرآن الكريم، كل هذا كان مثلا كنا نذهب عند شيخ ونحفظ ويحفظنا أو يعلم العلوم الشرعية في ذلك الوقت. طبعا ما بعد 2001، ما بعد أحداث 2001 11 سبتمبر كما يقال يعني، طبعا كل هذا الوضع تغير وأصبح هناك حرب على الإسلام كما كان في الستينات والسبعينات، وتضيق المساحة للعمل الدعوي وللعمل الإسلامي يوما بعد يوم، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. يعني الآن طبعا لا يستطيع أي واحد تركستاني أن يعلن أنه مسلم ملتزم بالدين، لأن كل ما يتعلق بالتدين من عبادات أو شعائر أو أعراف أو تقاليد، كل هذا أصبح ممنوعا بالقانون، كل هذا أصبح يعني علامات للتطرف والإرهاب. نعم. في ذلك الوقت كان الوضع يعني فيه سعة نوعا ما. يعني شيخ محمود، كم دولة تستقبل طلاب من تركستان الآن، وما هي البدائل لتعليم العلم الشرعي بعد أن منعته الحكومة الشيوعية في الصين وتخلى الأزهر عن دوره في عهد الانقلاب العسكري؟ أين تدرسون الآن؟ طبعا يعني في السابق كان التركستانيون إما يذهبون إلى السعودية طبعا بقلة، وإلى مصر بكثرة، خاصة ما بعد 2008-2010 أو ما بعد ثورة 25 في مصر، كان العدد يعني ازداد أضعاف كثيرة عما قبلها. يعني كل الناس كان عندهم يعني في توجه للدراسة وللمعرفة ما يحصل في مصر، كل الناس فعلا تمنوا الخير في ذلك الوقت، ولذلك كثر العدد. أما قبل ذلك كان عدد الطلاب لا يزيد في أغلب الأحوال عن 1000 طالب يعني. نعم. قبل هذه الأحداث زاد إلى، يعني وصل في حده الأقصى إلى كم؟ إلى أكثر من 3000. 3000. طبعا. 3000 بعد 2012 يعني. نعم. بعد 2012. ولذلك كان في السعودية طلاب يدرسون في السعودية، ولكن مع الأسف الشديد بما أن الحكومة الصينية منعت يعني إصدار الجوازات ومنع الناس من الخروج، ليس هناك أحد يقدم.
هذه الأيام، ليس هناك أحد أصلا يخرج من داخل تركستان، كل من درس في مصر أغلبهم جاء إلى تركيا، الآن يدرسون في الجامعات التركية المختلفة. وكان الناس طلاب يدرسون في سوريا، طبعا سوريا بعد الحرب انهارت ليس هناك أحد، وكانوا يدرسون في اليمن أيضا حوالي 50 طالب، وهؤلاء أيضا اضطروا للخروج من اليمن. لم يعد هناك إلا السعودية وتركيا. نعم في السعودية الآن مجموعة يعني يدرسون، ليس هناك أحد القدماء طبعا في الأردن مثلا أو في المغرب أو لا 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 لا. من هنا من قناة تركستان الشرقية نشكر فضيلة الشيخ محمود محمد عضو جمعية علماء تركستان الشرقية، ونناشد الخير، لأن الخير باقي في نفوس الناس، نناشد الخير الكامن في قلوب أمة العرب والمسلمين. عسى الله تبارك وتعالى أن يرضى عن فعال الخير فيعيد لهذه الأمة عهود الخير. نلتقي بحضراتكم إن شاء الله في نفس هذا الموعد من الأسبوع القادم. دمتم في رعاية الله.